واحسن في كل شيء يا استاذ عبد الحكيم. يعني انت وصلت، انا وجهه نظري، معرفش برضو وجهه نظر حضراتكم ايه في هذا الامر من الناحيه الفنيه. يعني انا باستثناء ربع ساعه الاولى في مباراه فلامينجو ومن بعد الطرد بخمس دقائق، الفتره دي احسن فتره للنادي الاهلي في كاس العالم، وجهه نظري في كاس العالم للانديه. بس انا عاجبني يا كابتن ان فكره حتى جماهير النادي الاهلي في التعامل مع مباراه فلامينجو ما بصش لجزئيه التحكيم، ودي حته مهمه جدا ان الجماهير بتبص على مستوى الفريق. يعني احنا اتظلمنا، لا أنا بقولك ده ظلم، ده ظلم واضح. بين لا ظلم بين. يعني انا اسال، نفسي اسال سؤال، وبرضه حضراتكم من خلال اللوائح اللي انتوا عارفينها واللي مصر العالم كله عارفها، هو ليه اطرد خالد عبد الفتاح؟ وليه ما اطردش المدافع قبل بتاع، ما اتكلم، قبل ما ارجع اتكلم على المدافع، لا وليه ما اطردش المدافع بتاع فلامينجو لما كان ادانا ضربه جزاء بتاعت عادل؟ ايوه ما انا بسالك قبل ما اروح للمدافع، هو ليه خالد اطرد؟ بس ده السؤال اللي ايه الرئيسي في هذا الامر، هو ليه خالد عبد الفتاح اطرد؟ الحكم الجزائري مصطفى غربال كان غير موفق بالمره في اداره المباراه. هو لا، هو كان غير موفق في اداره المباراه، هو واضح جدا انه كان عنده، بس هو كحكم لا خلاف عليه تماما طبعا، طبعا. لكن ممكن يكون في مباراه غير موفق، وده وارد وبتحصل يعني هي. بدليل انك حتى لما بيروح الفار كان بيقعد مثلا من دقيقه ونص لدقيقتين على كل مباراه، كانت غريبه. لكن المشاركه كلها بشكل عام في البطوله مشاركه ممتازه، بغض النظر عن الخسارتين بتاع ريال مدريد وفلامينجو البرازيلي. انت اخذت انت تساوي كام؟ انا برضو مش عايز اروح الشق المالي، بس مشاركتك انك تبقى عندك هنا مثلا قناه الاهلي بتاخد، ما هي قناه ريال مدريد، سوشيال ميديا النادي الاهلي، سوشيال ميديا ريال مدريد، انت بتتكلم العالم كله، العالم كله بيتكلم عليك، صحف الاسبانيا، بلاش العالم كله، صحف العالم كله، ما الصحف الانجليزيه الشهيره اللي كانت من قبلها باسبوع شغال عليك طحن، اتغيرت بقى العنوان الرئيسي بتاعها والاغلفه الرئيسيه بتاعتها، شغال عليك طحن في اتجاهات اخرى يعني النادي الاهلي. طبعا غيرت الصوره تماما 180 درجة. انت بتتكلم في ماتش الاهلي وريال مدريد، لو ما فيش عدد شاف الماتش مش اقل من مليار بني ادم، المليار اللي شافوا دول اللي شافوا ده لو اقل رقم، شاف النادي الاهلي، شاف تيشيرت النادي الاهلي، شاف اعلانات النادي الاهلي، شاف الرعاه بتاعت النادي الاهلي، شاف لعيبه النادي الاهلي، شاف مدرب النادي الاهلي، مكاسب تانية كتير جدا انت خدتها. مش بتكلم على 2 مليون دولار، بتكلم على جزئيه مثلا حاجه بسيطه جدا، انت عندك لعيبه كانت جايه في الطريق، البطوله دي خلتهم جم بسرعه جدا، حسين الشحات، محمد هاني، في لعيبه حطت رجلها في التراك، وفي لعيبه تانية اكيد مليون في المية المدير الفني هيقعد معاهم وهيشتغل على تطوير ادائهم، وده كلام طبيعي جدا، ده طبيعي ان على كل فكرة. برافو فيها عليك. اخطاء وفيها مميزات، لكن في لعيبه انت اكتسبتها، خالد عبد الفتاح تقدر تنكر الفتره اللي لعبها قدام انا نفسي اعرف بس اضطرد ليه؟ لما هو اضطرد ليه؟ ما احنا مش فاهمينها برضه. لا يعني انا قعدت ايه ادور على لائحه تقول لي ان خالد اولا انت تاخد ضربه الجزاء تطرده، غريبة جدا، غريبة جدا، مش فاهمينها، وبعدين لما هي فاول يعني تطردوه،